معنا للحديث إذن عن الحملات الأمنية التي تستهدف سكان قضاء طرمية شمالي بغداد الشيخ يحيى السنبل أمين مسير مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. حياكم الله. إذن شيخ يحيى، ماذا يجري في الطرمية وما الدواعي لهذه الحملة الأمنية؟ الله يحييك ويحيي مشاهدي قناة الرافدين. ما يجري في الطرمية هو إثبات لفشل هذا القزم المسمى الكاظمي الذي أراد أن يثبت للفصائل الأخرى التي لم يستطع لا نزع سلاحها ولا تنفيذ ما تعهد به للشعب سوى الكلام الفارغ في الإعلام، أراد أن يثبت هذا الفشل من خلال قيامه بهذا النهج بعملية تغيير الديمغرافي لتنفيذ أوامر هذه الفصائل الخارجة عن القانون وإقامة هذه الحملة العسكرية من أجل الضغط على أبناء الطارمية لترك بساتينهم ومناطقهم لتنفيذ هذا المخطط بالتغيير الديمغرافي للحزام السكاني حول العاصمة بغداد. لذلك حملة الاعتقال هذه والحملة التي يقودها هذا الكاظمي فإنما تدل استمراره على نفس النهج لحكومات التغيير الطائفي المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد هذه الساعة. الهدف من هذه الحملة هو البحث عن مطلوبين أو الحجة لنقول، هل يعني بحسب معلوماتكم شيخ يحيى، هل بالفعل اعتقل من تصفهم الحكومة بالمطلوبين في تلك المنطقة؟ البحث عن المطلوبين أخي العزيز تجري عبر جهات استخبارية تقوم بها السلطات والشرطة الاتحادية أو القطاعات العسكرية الموجودة وليس من خلال المداهمات العشوائية واعتقال الناس وإيداعهم السجون والضغط على عوائلهم والتلفظ بالألفاظ الطائفية النابية التي تدل على خلق هذا القوات التي يقودها هذا الكاظمي من أجل تنفيذ مشروع ومخطط واضح تسير عليه البلاد منذ عام 2003، فهو حكومة مستمرة على نفس النهج لحكومات التمييز الطائفي التي تجري في المنطقة، ولكن تتخذ من حجة مطاردة المشبوهين أو المطلوبين إلى الحكومة حجج وهي من أجل تنفيذ هذه المشاريع. الأخبار تتحدث أيضا عن قصف عشوائي استهدف المنطقة، وأيضا ما المسوغ لمن مشاركة ميليشيات في هذه الحملة مع وجود قوات رسمية حكومية؟ أخي الكريم، عملية القصف وهذا كله عمل منهج من أجل جعل الناس يتركون بساتينهم ومناطقهم ودورهم. هذا المشروع كان عائلنا في جرف الصخر وواجهناه في عزيز بلد وواجهناه في يثرب وفي هذه المناطق الأخرى في ديالة، فهذا هو نفس النهج الآن. المشروع هو عملية التغيير الديموغرافي حول العرب. نعم. شيخ يحيى نعتذر لأن الصوت يصلنا متقطعا. إذا شكرا جزيلا لك من بغداد الشيخ يحيى السنبل، حدثنا هاتفيا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية.